محافظة بيت لحم التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فصلها عن شمال الضفة الغربية وإحداث تواصل جغرافي بين المستوطنات التي تلتهم أراضي المواطنين في محافظة بيت لحم. القناة السابعة العبرية كشفت أن ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي وضعت خطا أزرقا جديدا بالإشارة إلى مستوطنة جديدة ستقام على أراضي المواطنين لبناء مستوطنة ستحمل اسم ناحية الحيلتس في منطقة عصيون إلى الجنوبي من بيت لحم. إقامة هذه المستوطنة أتت بعد تهديدات وزير مالية الاحتلال سموتريتش ببناء مستوطنات جديدة مقابل كل اعتراف بدولة أو بالدولة الفلسطينية. سنتحدث عن تداعيات فعليا هذا الموضوع وتحديدا ما يتعلق في محافظة بيت لحم. لينضم إلينا من هناك زميل الصحفي إياد حمد. سيد إياد مساء الخير، أهلا بك معنا. تحياتي لك ولجميع المستمعين. نعم، فعليا محافظة بيت لحم تعاني من تآكل في أراضيها نتيجة سياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وباتت فعليا مطوقة بحزام من هذه المستوطنات التي ألقت بظلالها على واقع الحال بالنسبة لسكان مدينة بيت لحم والمحافظة. يعني الحقيقة الاستيطان تقريبا ابتلى في عدد كبير من الأراضي الزراعية في محافظة بيت لحم الريف الغربي لقرى حسان ونحالين. تقريبا هذه المناطق شبه المستوطنات استولت على كل الأراضي الزراعية منذ عشرات السنوات، وليس هناك توسع لهذه القرى بتاتا، وتم بناء المستوطنات على حساب الأراضي الزراعية التي كان الناس يعتشون بها. منطقة كفار عصيون هذه البؤرة اللي يسموها كفر عصيون هي مش كفر عصيون مستوطنة، ولكن لها امتداد تمتد من طريق الخليل من كفر عصيون المنطقة المعروف فيها الناس بيعرفوها كفر عصيون تمتد حتى برق سليمان مقابل مخيم الجيش على التلال. وهناك إجراءات جديدة في داخل المستوطنات، وليس فقط إقامة مستوطنات جديدة، هناك توسيع بؤر استيطانية موجودة في محافظة بيت لحم. يعني هناك عدد من المستوطنات في منطقة كفر غوش عصيون اللي بيسموه غوش عصيون مجمع مستعمرات غوش عصيون، هناك كمان توسيع لعدد كبير من المستوطنات، هناك نية الاستيلاء على منطقة اسمها النحلة هي على الطريق اللي داخل إلى قرية وادي النيس والمناطق القرى الفلسطينية، هناك كمان استيلاء على أراضي فلسطينية بعد ما الجدار شق الجزء الكبير منها واستولوا عليها، هناك نية لبناء مستوطنات، والأخطر من ذلك زي ما حكيت فيه هو توسيع البؤر الاستيطانية. طيب الاحتلال الإسرائيلي فعليا لا يترك أي فرصة ممكن متاحة له من أجل تمرير هذه المخططات الاستيطانية التي باتت تتسارع بصورة كبيرة وملحوظة ما بعد 7 أكتوبر، وفي إطار فعليا إدراك الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه هذه المستوطنات ستحقق مشروعها الاستعماري الصهيو أمريكي المتعلق بتفريغ الأراضي من الفلسطينيين وتحقيق هجرة قصرية بالنسبة لهم. كيف يتم فعليا في محيط مدينة بيت لحم والمحافظة تشريد تلك العائلات عبر سياسة وضع اليد على تلك الأراضي وناهيك سياسة هدم المنازل وملاحقة المزارعين في أراضيهم؟ يعني قضية هدم المنازل في محافظة بيت لحم من فترة قصيرة من أسابيع الكل طبعا عرف أنه عدد كبير من القرى المنازل اللي تم هدمها، خصوصا في قرية الولجة اللي هي تخضع إلى مناطق السلطة الفلسطينية، ولكن هي بقرب من مستوطنتين كبار اللي هار جيلو وجيلو المقابل إلها، وهذه القرية الصغيرة إلها يعني في خلال أسبوعين صار تم هدم منها 10 منازل بحجة عدم الترخيص. المشروع الاستيطاني الكبير هو الالتفاف الاستيطاني من منطقة الخليل مرورا بجبال بيت لحم محافظة بيت لحم حتى تلتقي في معالي أدمين، هكذا يتحدثوا عن حصار أو جدار من المستوطنات حول محافظة بيت لحم. بلا شك أن وضع محافظة بيت لحم على وجه التحديد بيت لحم بعد 7 أكتوبر بيت لحم ليس هي مدينة صناعية، مدينة بتعيش على السياحة، والكل والجميع بيعرف أن السياحة الآن معدومة في محافظة بيت لحم، ما في أن مصانع، ما في أن حركات تجارية كبيرة في زي الخليل ونابلس ومحافظات أخرى. بيت لحم هي تعتمد على السائح الفلسطيني على السائح الأجنبي اللي بيملأ هوتلاتها ومحلات
السوفنير والمطاعم والفنادق، ولكن اليوم وضع في بيت لحم الاقتصادي صعب جدا، سيء جدا. الحصار الاستيطان يزيد سوء للناس، حتى الاراضي الزراعيه اللي كانوا بيحتاجوا منها الناس، يعني في مناطق انا بعرف ناس اصدقاء المستوطنه بعيده عنهم حوالي 2 كيلو، ولكن يمنعوا هذا العام من تلقيط ورق الدوالي، ورق الدوالي بيلقطوه عشان يبيعوه لانه بعيد عنهم حتى 2 كيلو، منعوهم يقربوا على الارض تبعتهم، منعوهم لقط الخوخ، يعني الان موسم العنب ممنوع لقط العنب، وحكم معنا اعتقلونا لانه راحوا زوجته لقط ورق العنب عشان يبيعه. فالوضع الاقتصادي اليوم للمزارعين في محافظه التحم من اسوء المراحل اللي بمر فيها المزارع الفلسطيني، وضع اقتصادي سيء. أنا بقول لك الهجرة مش سهلة، مش حلم كل فلسطيني، حلم كل فلسطيني هو البقاء في هذه الأرض، ولكن القادم أسوأ. نعم، يعني وكما أشرت الاحتلال الإسرائيلي فعليا يحاول فرض الحقائق على الأرض من خلال يعني تمرير هذه المشاريع بصورة متسارعة جدا في إطار استغلاله توجه الأنظار إلى العدوان على قطاع غزة، وفي ظل أن هذا العالم لا يحرك ساكنا. اليوم إحنا أمام مواجهة حقيقية لتنفيذ هذه المخططات الاستيطانية، ويترك الفلسطيني وحده لهذه المجابهة وفي مقارعة يعني هذه المخططات الرامية إلى تهجيره. كيف من الممكن أن يصار إلى وضع خطط فعليا على الصعيد الداخلي الفلسطيني لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي، ومتعلقة أيضا بتعزيز صمود المزارعين على وجه الخصوص، لأنهم أحد أذرع فعليا الصمود ومقاومة مخططات الاحتلال؟ يعني أنا بصراحة بقول لك إياها وبدون خجل، السلطة عاجزة عن تقديم أي دعم وأي مساعدة للمزارعين. ليس هناك أي برنامج تصدي لبرنامج الاستيطان في محافظة بيت لحم، ولو بنحكي عن العالم وعن العالم الأوروبي وعن أمريكا، يعني ما حدث في الكونغرس من حفلات التثقيف والتسعيج لنتنياهو أظهرت الوجه الحقيقي لأوروبا ولأمريكا. وإحنا بعد 11 شهر، على قرابة 11 شهر في حرب غزة، أنا بعتقد إن نحكي عن موقف عربي موقف أوروبي أو أمريكي لازم كفلسطينيين نسقطهم من حساباتنا. إحنا لم يعد هناك أي يعني أي شيء بنركن على مستوى أوروبي أمريكي، حتى العربي والإسلامي بعد حرب غزة سقط. فإذا الشهداء بالطاقة في قطاع غزة ولم يدخل عليهم حد علبة حليب ولا كنينة ماء، بدك توقف للاستيطان ولا بالغفير اللي قاعد اليوم بالغفير سموتريج قاعدين بحقه في أحلام دولة إسرائيل على حساب المزارع الفلسطيني، والصمت العربي والعالمي هو سيد الموقف. نعم، طيب الربط بين هذه المستوطنات أستاذ إياد، إذا كنا نتحدث عن هذا الربط الذي ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي لربط يعني مخططات كبيرة وعدد كبير من المستوطنات بمستوطنات غشعة صيون في العاصمة المقدسة، هذا الربط كيف سيؤدي إلى تقطيع أوصار التواصل ما بين المحافظات في جنوب الضفة ووسطها وشمالها أيضا؟ يعني الآن إحنا بتعيش حالة محافظة بيت لحم زي ما حكيت لك جزء كبير من الحصار من خلال إقامة مستوطنات جديدة ومن خلال توسيع الاستيطان. الآن على مخرج بيت لحم، على مخرج أو مدخل بيت لحم الجنوب اللي بنطلع فيه بسموه النشاش، بنطلع باتجاه الخليل مرورنا بكفراسون. الآن شركات الاحتلال بتقوم في عمل أنفاق وشوارع جديدة حتى الفلسطينيين ما يقدروا يمرقوا بالطرق اللي بيسلكها المستوطنين. يعني هناك حالة برمجة واضحة من قبل الكيان بدون ما نحكي ونضحك على بعض ولا حدا، كلنا عارفين من أعلى واحد في السلطة لأصغر واحد عارف، لأنه بمركم الشوارع بشوف المستوطنات بشوف الجرافات الإسرائيلية بتلتان في أراضي المواطنين، كلنا شايفين، ولكن الصمت سيد الموقف. لما قاعدين بيجوا يسووا أنفاق يصير إحنا نرجع على عهد أمريكا، الأسمر له طريق والأشهر له طريق الأبيض، وإحنا قاعدين بيسووا طرق زي هاي. راح نصل لمرحلة الشوارع الترفية لن يسمح لأي فلسطيني يمرها. مدينة التحم مدينة محاصرة، ما في إلا أي شارع إلا شارعين، الشارع اللي بيطلع فيها بصل طريق النفط طريق الكونتينر، والكل بيعرف أزمة الكونتينر، والمدخل الثاني إلى عن طريق الخليل، وهي طريق الخليل امتداد لمستعمرة غشعة صيون. الوضع بأكد لك إنه وضع صعب جدا، والكل شايف، اللي بقول لك مش شايف بكون كذاب، لأنه بمرق في سيارته اللي عليها نمرة حمراء، بمرق في جرافات قاعدة بتصدر في الزيتون في العنب وفي اللوز. نعم، حكومة الاحتلال ومستوطنيه ويمينه المتطرف يراهن على الوقت لتنفيذ هذه المخططات، لأنه على ما يبدو أنه هناك حرب
يقودها هؤلاء لتنفيذ هذه المخططات بصورة متسارعة كما أشرنا، وهذا واضح وجلي من خلال المعطيات الأخيرة والأرقام الأخيرة التي تتحدث عن التصاعد في هجمات الاستيطان. كيف يستخدم الاحتلال الإسرائيلي الاستيطان أيضا بصفته صورة انتقامية وعقاب جماعي بحق الفلسطينيين وصولا من شمال الضفة إلى جنوبها؟ يعني أنا بدوي القصة حوالي أحد الزملاء اللي ثقة بالنسبة لي على فوق قرية طرطاس اللي بتعين هناك خيمة لمستوطنين، مجموعة مستوطنين رافعين علم قد الدنيا رافعين غاد. قبل يومين سل الأطفال صغار من قرية طرطاس عمر 12 سنة حاولوا ينزلوا العلم، وصلوا هناك لقوا كانين يتبعوا فيهم عبر الكاميرات. فزميلي بقول لي أنا بعرفش سمعت ناس بيصرخوا أطفال، فشغلنا السيارة رحنا كنا مرمين على الأرض مكسرين، واحد مكسورة إجره ايده ضاربينهم وكل وجوههم مسبغه، لدرجه ان بولوا الجيش والمستوطنين في تم الاطفال. تخيلي يعني شيء مش جديد هذا بنسمعه، بس اطفال بعمر 11 12 سنه بول المستوطنين في تمهم. هذه حقيقه المستوطنين، ما تقول في مستوطن، المستوطن هو سارق ارض وهو مستوطن، كل مستوطن ممثل بغفير بالنسبه لي. وسموتريتش هذه الحكومه اللي بقولها حكومه نتنياهو، هذه حكومه اليمين. فاحنا بدي اقول لك شو بدي اوصف لك على الاستيطان؟ ما يجي في شمال فلسطين واضع في قرى رام الله وفي قرى بيت لحم وفي سوسيا، الان ما يجي في قريه في سوسيا في يطا. هذا الاستيطان، هذول مستوطنين، هذول عصابات مستوطنين، ما بنقدر نجمل، هذول عباره عن ناس مارسوا الاجرام بحق الفلسطينيين، والمواطن الفلسطيني مستهدف منهم ومن قوات الاحتلال كمان. نعم سيد إياد، أي بعد اقتصادي واجتماعي تتركه هذه المستوطنات الإضافية التي تضيق الخناق على المواطنين في بيت لحم كما حال المحافظات الأخرى في ظل تقطيع الأوصار وفي ظل هذا الفصل؟ هناك كما أشرت في بداية حديثك محافظة بيت لحم ما تعانيه منذ 7 أكتوبر نتيجة اعتمادها على الجانب السياحي الذي تعثر مع استمرار العدوان على قطاع غزة. أي بعد اقتصادي واجتماعي يترك انتشار واتساع رقعة هذه المستوطنات؟ يعني بدي أقول بشكل أعطيك صورة صغيرة عن بيت لحم. مدخل بيت لحم الشمالي اللي احنا بنعرف عنه الحاجز 300، هذه منطقة مش فيها توسع لأهالي بيت لحم. هذه أراضي لبيت لحم تصل حتى طريق القدس، هذه أراضي لمحافظة بيت لحم لأهل بيت لحم. اليوم لما نوضع الجدار هذه بطلت علاقة بيت لحم وانقسمت وصارت جزء من خارج الجدار للقدس. في باتجاه المنطقة الجنوبية الريف الغربي هناك حالة من الاستيطان قوية حول قرى واد فوكين وقرى حسان ورحالين، ما في أي توسع لهم، وصفق قاعدين يعني في بقعة أرض صغيرة فيش إمكانية توسع، حتى البناء فيها صعب. أما في مستوى الشمال يعني الشرق، بالنسبة للشرق هي الشرق تخضع لمناطق بي وسي اللي ما بقدر الفلسطيني يمارس فيها حق البناء وحق التوسيع، هي مهددة بالهدم. وإحنا شايفين جرافة الاحتلال بتلتهم في البيوت اللي يعتبروها مخالفة حسب قانون الاحتلال. ولكن أنا بقول لك الوضع الاقتصادي بيت لحم كثير سيء. بيت لحم زي ما حكينا مش بلد صناعي، ليس لديها مصانع، وليس كانت تعتمد فقط على السياحة ولا يد العاملة في داخل فلسطين المحتلة. واليوم العمال لا يستطيعوا الدخول إلى فلسطين المحتلة، والسياحة معدومة بالنسبة لنا صفر. الوضع الاقتصادي في بيت لحم هو سيء جدا جدا جدا. شكرا جزيلا لك الزميل الصحفي إياد حمد، كنت معنا من بيت لحم.